مبارك وكل عام وأنتم بخير. نتواجد في هذه اللحظات في ساحة الحرية بتعز، هذه الساحة التي يتوافد إليها الناس من شتى مناطق وأحياء المدينة من أجل أداء صلاة العيد وسط أجواء فرائحية يعيشها الناس في أول أيام عيد الفطر المبارك. وللحديث أكثر عن هذه الأجواء الفرائحية ينضم إلينا هنا الناشط الإعلامي أيمن المخلافي ليحدثنا أكثر وأكثر عن الأجواء الفرائحية التي يعيشها الناس وسط القصف والحصار. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مقاومة وانتصار. اليوم أبناء تعز يعيشون أجواء فرحية عارمة رغم تعانيه المدينة من حصار وقصف من قبل ميليشيا الحوثي المخلوع، إلا أن مدينة تعز وأبناء مدينة تعز يؤكدون دوما أن ستبقى تعز مدينة الحياة، مدينة صاحبة مشروع الوطني، صاحبة مشروع الحياة لمواجهة مشاريع الموت والدمار، مشاريع التي تحملها ميليشيا الحوثي المخلوع صالح. إذن يتوافد الناس إلى هذه الساحة من أجل أداء صلاة العيد وسط ترتيبات أمنية قامت بها قيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني على جبهة القتال. وللحديث أكثر عن الترتيبات الأمنية التي قامت بها المقاومة الشعبية والجيش الوطني ينضم إلينا هنا الشيخ نبيل جامل نائب رئيس مجلس تنسيق المقاومة ليحدثنا أكثر وأكثر عن الترتيبات الأمنية في جبهات القتال. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا الصباح الجميل نهني كل الأخوة المقاومين، نهني الأخوة الجرحى ونتمنى لهم الشفاء العاجل، نهني كل مقاوم فردا فردا في المتارس. تم الإعداد لبرنامج أمني وبرنامج عسكري، وذلك لسبب بسيط لأنه تعز لا زالت تحت الحصار، تعز لا زالت الحشود تتوارد إليها، وخاصة في هذه الأيام الفضيلة لم يتوانى العدو ولم يحترم حتى هذه اللحظات من قبل الفجر وهو يقصف في بعض الجبهات. نزل كثير من القادة إلى المتارس ليعيشوا العيد مع أفراد المقاومة في متارسهم، بل هناك صلوات تقام الآن في نفس هذه الساحة بالمتارس، تقام صلاة العيد وخطبة العيد. إذن ترتيبات أمنية قامت بها المقاومة الشعبية والجيش الوطني من أجل أن يأمن الناس في أول أيام عيد الفطر المبارك ليعيشوا أجواء فرائحية، فيما يأمل الناس استمرارية هذه الفرحة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.